يعني حصل مع زوجتي واخويا في نفس الموسم ده. يعني الموسم ده عدى عليا كان صعب جدا، موسم كامل ما جبتش فيه جوال، ما عملتش فيه جوال، كان صعب جدا بالنسبه لي، ما حصلتش في حياتي الحمد لله غير الموسم ده. فالحمد لله عديته الموسم اللي فات ده، عديته وجبت جوان فيه والحمد لله عدى معايا كويس. ان شاء الله الموسم ده يبقى اعلى من الموسم اللي فات ان شاء الله. بصراحه لو وصل لك كلام ان حد في فريقك بيتكلم عليك كلام مش كويس خالص، هتروح تواجهه ولا هتسكت وتتجاهل تمام؟ لا مش هواجهه، مش هواجهه، لان انا ما بحبش مثلا اخش في صدام مع حد مثلا هو شايف من جواه ان انا مثلا عامل له مشكله او ازمه. طب ممكن الكلام ده يبقى غلط، تروح تواجهه وتعرف. لو غلط الناس اللي دايما بيتكلم معاه المفروض هم اللي يعدلوا الحاجه دي. انا ما اقدرش اقول عن نفسي ان انا كويس وبقى وبصلي وبصوم والكلام ده كله، ما فيش حد بيقول عن نفسه كده، وما فيش حد كامل فينا، ممكن اكون انا غلط في حاجات كتير جدا والشخص ده مثلا بيقول حاجه فيا غلط فعلا وانا مش حاسس ان هي غلط، انا شايف فيها ان هي صح. فطبعا مش هواجهه لان هو مع مرور الوقت هيكتشف ان هو غلط بالتعامل معايا، بيني وبينه هو اكيد مش عارفني كويس او ما عاشرنيش، فطبعا هو بيقول الكلام ده لما هيعاشرني وهيعرف ان انا مثلا بمشي كده فخلاص هيقتنع. يعني هتختار التجاهل؟ يعني هختار التجاهل، اهو ما احبش انا اخش في صدام مع حد مثلا هو شايف ان هو بيقول كلام صح وانا شايف من وجهه نظري ان هو بيقول كلام غلط، فمش مش هقابله ولا اكلمه، يعني عادي هتجاهله. بصراحه سر ما حدش يعرفه عنك خالص وهتقوله يا كابتن، ساعدني بقى شويه، احنا عدينا السؤال اللي فات مش هنعدي السؤال ده. حياتي في البيت، حياتي بيني وبين مراتي بس، دي محدش يعرف عنها حاجه مستحيل. وعمرك ما تقول عنها حاجه؟ لا مستحيل طبعا. اللي بيني وبين مراتي وبيتي مستحيل حد يعرف عنه حاجه، لا انا اقدر اقول ولا هي تقدر تقول، يعني احنا واخدين بعض عن حب وقصه طويله يعني، فطبعا مستحيل يعني سر محدش هيعرف اللي بيننا خالص يعني. ربنا يخليكم لبعض. في الفقره دي هسالك اسئله سريعه وهتجاوبني بيها، من اللعيبة المحلية أسامي لعيبة محلية تمام؟ مين صاحب أقوى تسديد؟ أقوى تسديد أقوى تسديد في دقة، في أنا بالنسبة لي في اتنين، عمرو السولية وكابتن نور السيد معانا في الجونة، دول بالنسبة لي أكتر ناس بتسدد في الوقت الحالي في مصر. في دقة التسديد بتاعهم، في دقة على الجول يعني. مين اكتر لاعب شايف ان دمه خفيف؟ اكتر واحد دمه خفيف مؤمن زكريا الله يمسيه بالخير، يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ونسال ربنا كده في الايام اللي احنا فيها دي ربنا يشفيه ويجعلنا بالف سلامه ان شاء الله يا رب. كنت شايف مؤمن زكريا وباسم علي. باسم علي اسرع واحد في الملعب؟ اسرع واحد كسرعه انا بعتبره باسم علي، اسرع واحد واسرع رد فعل لعبت معاه، يعني الناس اللي لعبت معاه. افضل حارس مرمى؟ افضل حارس مرمى الشناوي، محمد الشناوي. اكتر واحد كاريزما؟ حسام غالي.